اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنشوف نماذج كتير في الحياة من ناس ناجحين ويشهد ليهم الكل، وفي نفس الوقت نجد نماذج من ناس تانية متخبطة. مش عايز أحكم عليها بالفشل، لكن الحقيقة مش ناجحة أيا كان نوع النجاح. ساعات يكون نوع النجاح ده في حياة العملية، حياة الأسرية، في الخدمة، وأحيانا نجد الإنسان متخبط في شغله، في بيته، في خدمته، والناس يقول ده نصيب، يعني حظه كده، نصيبه كده، ملوش نصيب انه هو يبقى كذا او هي بقى لها نصيب تبقى كذا. نسمع الكلام ده كتير، وكأن ربنا وزع النجاح على ناس وخيبة الامل وزعها على ناس تانيين، فيعني بقت العملية كده اسمه نصيب زي ما الناس بيقول. هو ده صحيح؟ هو ده صحيح بجد؟ انا عايز اقرأ لكم شاهد كده في رسالة معلمنا القديس يوحنا في الرسالة الثالثة في الإصحاح، هي إصحاح واحد، بيقول إيه بقى في عدد واحد: الشيخ إلى غايوس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق. أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة. طبيعي إحنا لما نقرأ الكتاب المقدس مش بنجتزئ آيات منه ونقول دي لينا ودي مش لينا، لكن الكتاب كله صالح للتعليم، فالله يتكلم، دي أنفاس الله، دي أنفاس الله، الله يتكلم إلي وإليك وإليك. عايز إيه مننا يا رب؟ يقول يا ابني نفسي ولادي يبقوا ناجحين، دي أمنية قلب الله كأب صالح، نفسه كل أولاده يكونوا ناجحين وأصحاء في كل شيء ونفسهم صحيحة، لكن ده مش حاصل. والنهاردة أنا محتاج أتعرض لهذا الموضوع بعمق أكتر شوية من السطحية اللي بتقول لكل واحد ونصيبه وحظه والحياة وكده إطلاقا. في الحقيقة ربنا يسوع المسيح لما جه أعطانا الروح القدس، نجد صفات الروح القدس ده روح القوة والمشورة، روح الحكمة، صفات رائعة جدا 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 للروح القدس. إما تنعكس على إنسان تجد الإنسان ده رأيه سديد، وتجده حكيم، وتجده موفق، وتجد قراراته مظبوطة. ليه؟ لأن هؤلاء هم أولاد الله الذين ينقادون بروح الله. طب ليه في ناس فاشلين؟ مع أن إيه يعني إحنا بنشوفهم في الكنيسة وبيروحوا اجتماعات وحاجات كتيرة قوي. في رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى تلميذه تيمساوس في الرسالة الثانية، وكان في الوقت ده تيمساوس بيمر بمرحلة صعبة في حياته خلته عايز يترك خدمته وينسحب، فبيقول له إيه في عدد 6 في الإصحاح الأول: فلهذا السبب أذكرك أن تضرم أيضا موهبة الله التي فيك بوضع يدي، لأن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. هو الفشل روح؟ هو ده اللي أنا عايز أحكي فيه النهاردة. الإنسان يا أحبائي لا يفشل من نفسه، فأصبح الإنسان يا أحبائي
مش مسألة حظ ونصيب، لا. نسمع الناس فشل، يقول لك الواد ده كان نبغى، ده كان من الأوائل في ثانوية عامة، ده دخل كلية طب، دخل كلية هندسة أولى وتانية، وبعدين مش معدي، مش عايز ذاكر، مش عايز يمتحن، ملوش نفس لأي حاجة، ده قافل على نفسه، ده كذا 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 كذا. ونلمح الكلام ده في ناس تشتغل وتعمل مشروع وتفشل، تجرب في حاجة تانية وبرضه تفشل، طب تجرب تسافر ترجع مش عارف ايه وتروح، هو ليه ده عامل كده؟ وواحد يعمل حاجة واسم الصليب يعدي. في الحقيقة الكلام ده كله نابع من حاجة من الاثنين، خدوا بالكم، الله لم يعطينا ايه؟ مش سامع روح الفشل. طب ما روح الفشل جاي منين يا احبائي؟ اذا كان الله لم يعطينا روح الفشل، ما روح الفشل ده جاي منين؟ من ابليس، من ابليس. في ارواح تحمل صفات زي روح اليائسه. ايه ده؟ مش بقول لك يعطي رداء تسبيح عوض الروح اليائسه؟ اليأس نفسه، أيوة حبيبي، ويقولوا على مجال سكن الله، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد، وكأنهم شخصيات بتهرب. وفي الحقيقة لا نتجاوز الحق إذا قلنا إن هذا الأمر الكتاب بيشهد فيه. يعني مثلا لك وإذا امرأة عليها روح ضعف، احنا نقول ده واحدة صحتها تعبانة، بس الكتاب يوضح عليها روح ضعف. روح الغضب، روح العناد، ايه ده؟ كل دي صفات لأرواح شريرة، لأنها مش صفات الله، دي صفات إبليس. إنما ربنا عنده الروح الوديع الهادي، روح الحكمة والمشورة. وزي ما بنصلي في صلاة الساعة الثالثة، روح القدوس يا رب الذي أنعمت بي على التلاميذ، روح المحبة والقوة، روح الحكمة والمشورة، روح إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده، يقعد يوصف الروح القدوس بطريقة جميلة وثمره جميل وكل حاجة. ويجي الكتاب يفاجئنا بشخصيات امتلأت من روح الله فكانت ناجحة تماما، ويقول لك وكان الرب مع يوسف فكان رجلا نجحا. ويقول ان داود كان حيثما يذهب كان ينجح لان الله كان معه. ونسمع عن دانيال اللي كان رئيس ولاة الشحن ورئيس الوزراء، وازاي كان مملوء حكمة. دول مش فلتات يا أحبائي، دول نماذج. وربنا لما بيعطينا نماذج دي مش عشان نقتدي بيها، عشان نفهم الناس دول ليه بقوا كده. بينما ناس آخرين زي شاول بعد ما أخذ روح الله والمملكة كلها خضعت له، يقول لك فارقه روح الرب وباغته روح رضيء وصار هدى، بقى مجنون من وجهه ومن عينيه. إذن إحنا لما نتعرض للأمر ده محتاجين نعرف إيه اللي جوانا. يوما ما يسوع قرب من قرية للسامريين، أهلها رفضوا إن هو يدخل القرية، فكان معاه يعقوب ويوحنا، وغضبوا جدا للرب واحتدت أرواحهم جدا، وقالوا له أتريد أن نطلب من السماء فتنزل نار تحرق البلد دي والناس دول كما فعل إيليا أيضا؟ الناس دول ماشيين مع المسيح ولا بعيد عنه 10-15 متر؟ ماشيين معاه. والمسيح قال لهم إيه؟ لستما تعرفان من أي روح أنتم، ده روح غضب، ده روح انتقام مسكه. هو أنا ممكن أبقى مع المسيح وعندي أرواح من دي اسم الصليب حواليك؟ سترون أمورا أعظم من هذا. لما يجي يسوع يقول للبطرس اغرب عني يا شيطان أنت معثرة لي، إزاي يا بطرس؟ ده تلميذ المسيح اللي جنبه يعني
ويقول لليهوذا لماذا ملأ الشيطان قلبك يا صاحب، بعد ما كان بيغمس اللقمة وأكلها. إذن وجودك مع المسيح مش عاصم من هذه الأرواح. فممكن تلاقي واحد بيروح ويجي ويروح الكنيسة ويروح الاجتماعات بس جواه روح فشل. طيب هي أرواح الفشل دي بتيجي من إيه؟ إيه اللي يخلي واحد يجي له روح فشل؟ أنا عايز أقولك طبيعي لو جه الروح الفشل يخبط على بابك، مين أنا روح الفشل؟ تقول له بره، لا 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 أنا مش عايز. أنا هترفضه، هترفضه جدا، شيء مش محبب عند واحد إنه يقبل روح فشل. إنما ممكن يقبل روح غضب، آه، روح عناد، آه، وخصام وقسوة، آه. تقول لي أنت عمال تجيب الصفات دول الأرواح، ده مش أنا اللي بقول، ده الكتاب المقدس. لما حب التلميذين يغضبوا المسيح ما قال لهمش انتم متنرفزين ليه؟ ما قال لهمش انتم زعلانين ليه؟ قال لهم لستما تعرفان من اي روح انتما، لان ابن الانسان لم ياتي ليهلك بل لينقذ ويخلص من قد هلك. الروح اللي جواكوا دي وكانوا مع المسيح وبياكلوا ويشربوا معاه ويروحوا ويجوا معاه وكل حاجه. فهنا نبتدي نكتشف أن الأرواح الشريرة نوعين، نوع يبانوا من بره ودول ظهروا جدا أيام الإنجيل، فلما كان المسيح يقرب من حتى نجد ناس يصرعها الروح الشرير وتصرخ وترغي وتثبت وآه ما لنا ولك يا يسوع ابن الله نحن نعرفك من أنت قدوس الله، فكان ينتهرهم. دول بينين، نشكر ربنا ما عندناش حاجة من دول، حلو جدا، بس الحاجات التانية نحن لا نخلو منها. روح اليأس، روح الاكتئاب، عندنا صلاة الثالث اسمها صلاة صرف روح الحزن، حتى الحزن معمول روح. أيوة، طب ليه الإنجيل ما جابش حاجة عن دول؟ مش باينين، لكن المسيح حب يورينا سلطانه فنقل أرواح اللي بينا وانتهرها وأخرجها عشان نبتدي نثق إن الأرواح اللي مش بينا ليها للمسيح سلطان عليها. عايز أقرأ لكم حاجة كده في إنجيل معلمنا القديس لوقا، غالبا في الإصحاح 11 يعني أو 13 هنشوف. لا 11 بيقول إيه بقى؟ في عدد 14، وكان يخرج شيطانا وكان ذلك أخرس. واحد أخرس، الناس يقول لك يعني ده هو كده، لا أنا حضرت صلاة، كنا بنلنم في دير وكان معانا ولد اخرس، وسط ما احنا كنا بنعمل تمجيد للام انطونيوس فوجئنا انه عمال يقول معانا ويعلي حسه قوي قوي قوي. ايه ده؟ روح جايب له الخرس، بس انت ما تقابله تجده اخرس، تقولش عليه روح، لا هو هادي وكويس وبيشتغل وكل شيء، حدش يتخيل كده. انا بس عايزكم تستوعبوا الفكره، لان ابليس نفسه يتنه متخفي، يعني نفسه يعني زي اي لص يحب يتنم الداري ويخبي مخابئه ومداخله ومخارجه. ليه؟ عشان يفضل موجود. انما كل ما اظهر في النور فهو نور. وكان ذلك اخرس، فلما اخرج الشيطان تكلم الاخرس فتعجب الجموع، واما قوم منهم فقالوا ببعل زبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين. وآخرين طلبوا منه آية من السماء يجربونه، فعلم أفكارهم وقال لهم كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرج، وبيت منقسم على بيت يسقط. فإن كان الشيطان أيضا ينقسم على ذاته فكيف تثبت مملكته؟
لأنكم تقولون إني ببعل زبول أخرج الشياطين، فإن كنت أنا ببعل زبول أخرج الشياطين فأبناءكم بمن يخرجون، لذلك هم يكونون قضاتكم. ولكن إن كنت بإصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت السماوات. شوفوا بقى اللي جاي، حينما يحفظ القوي داره متسلحا تكون أمواله في أمان، ولكن متى جاء من هو أقوى منه فإنه يغلبه وينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه ويوزع غنائمه. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. وبعدين يحكي بقى قصة جامدة قوي هيكون لنا وقفة كبيرة قدامها. بيقول ايه؟ بيقول متى خرج الروح النجس من الانسان يجتاز في اماكن ليس فيها ماء يطلب راحة، واذ لا يجد يقول ارجع الى ايه؟ الى ايه؟ بيته ده فين؟ ها؟ الانسان اللي خرج منه. انت متخيل يعني ايه ابليس يعتبر الراجل ده بيته او الست ده بيته، البيت بيته كده يقعد فيه؟ بيتي، ارجع الى بيتي الذي خرجت منه، فياتي ويجده مكنوسا ومزينا، ثم يذهب ويأخذ سبعة أرواح أخر أشر منه فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. الكلام ده يفتح قدامنا باب معين. إيه هو؟ كلام رب المجد يسوع: لو علم رب البيت متى يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقى. هو السارق ده ممكن يخش. عايز اشرح لك حاجه. في واحد يقول لك اصلي انا عنيد، هتقول لي شرق اقول لك غرب، هتقول لي فوق اقول لك تحت، وانا متمسك برايي. هو مش عارف ان هو كده بيقبل حاجه اسمها روح العناد او المعاند اللي هو من ابليس. هو العناد روح، ده ابو الارواح كلها، المقاوم والمعاند والمرتفع ضد كل ما يدعى إله. عشان كده ربنا يحب الودعاء يرثون الأرض. تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفسكم. إمال العناد ده صفة إبليس. أنت قبلت صفة من صفات إبليس، ودي شخصيتي ودي طريقتي، وأنا أنا همشي بشقة الخلاف. أنت قبلت كده روح العناد. طب وبعدين البيت بقى بيته؟ العناد ده يقدر يجيب لك أرواح انقسام وتحزب؟ لا، ده يقدر يجيب لك روح الفشل. لا، يجيب لك روح إيه ده أرواح زنا، أرواح عهارة، أرواح نجاسة. لا بلاش. أحيانا يبقى الشاب اللي أنا بحكي لكم عنه ده اللي نجح وتفوق لحد أولى وتانية ومتفوق، وبعدين أصحابه دخلوه على مواقع إباحية وانغمس فيه، وبعدين ابتدت أرواح النجاسة تتألف معه. ليه؟ هو المواقع دي معمولة لمين؟ للنجاسة والعهارة والدعارة والفك، وانت حضرتك بتدور عليها وبتدفع ثمنها وتخش عليها. ها؟ ايوه. فتجد الأرواح دي تيجي عندك، تجد الخيرات الشريرة والتصرفات الشريرة والمحرفات السلوكية، فأنت تتضايق وتروح لأب اعترافك: أبونا أنا تعبان خير، أنا دخلت على مواقع إباحية وشفت مناظر شريرة، وأنا بقيت يعني بأفكاري وحشة وسلوكي وحش، وأنا عايز أتوب. طب اطلع معنا يا ابن المؤتمر ده. يطلع المؤتمر ويصلي ويبقى حلو ويتناول ويعتل، بقى 10/10 ودلت كل المواقع، خلاص نلنا المراد من رب العدل. روح النجاسة غار في داهية، مشي. وبعدين يجي الروح ده ما يلاقيش أماكن يروح فيها، طب أعمل إيه؟ أرجع لبيتي الأول.
يرجع حاجة من الاتنين، يا الشخص ده فعلا بعد ما تاب امتلأ بالروح القدس ومواظب على الصلاة والأجبية والمزامير والترانيم وكده، ده مسلح ما يقدرش يعتبه، يا إما يرجع يجد فراغات مكنوس ومزين ويبتدي يخش له من كلمة من منظر من أي مكالمة أي حاجة، استدرجه رجعت الخطية في قلبه، وبعدين هو انبسط أو إن رجع، وبعدين يقول لا بس ده هيجي يروح مؤتمر يروح يوم روح، لا أنا كده مش مطمن له، يرجع بقى عند مجموعة الشياطين بتاعته يقول أنا عايز 7-8 ييجوا معي، أول واحد يجي له أنا أجي معاك، إيه روح الفشل أجي معاك، تعال ما هو البيت بيته، وده روح اليأس، ده روح الكآبة، ده روح ال ده يرجع ومعاه فرقة. هنا بقى الشخص ده محتل ويقول لك فلان ده جاله اكتئاب، فلان ده ما عادش بيقعد، ده بيقعد في أوضة ويقفل على نفسه، ده مش طايق يسمع حد، مش عايز مذاكرة، مش عايز يتجوز، مش عايز يشتغل، ملوش نفس. بس 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 اوعى تفتكر انك بتشوف قصة عادية، لا انت بتشوف القصة اللي حكى عليها رب المجد يسوع محدش بياخد منها. ليه؟ ان كلنا اقترنت في افكارنا الارواح الشريرة اللي بتصرخ وتعمل كده وتسوي كده وكده. بامانة اعرف واحد كان راجل يعني رجل اعمال ملوش حل، وبعدين في احدى السفريات اللي بيستورد فيها دخلوا مكان كده عرضوا فيها مناظر وحاجات وبتاع، ابتدى مع انه مكان كويس كلمني هناك قال بير يا اخويا انا في خطر شكلي بقى، تاني يوم قال بير انا وقعت وانا دخلت في كذا، وابتدى يتخبط بعد ما رجع. بامانة يعلم ربنا بقى يعتاز الى الخبز اللي كان مليونير ده. اوعى تتخيل ارواح الفشل بتيجي ازاي وتيجي على البيت تحط عداوة بين الراجل ومراته. ليه؟ ما طول ما بيحب مراته وهي مالي يعني مش هيبص بر، لازم يكرهه فيها وفي طريقتها وفي اكلها وفي اسلوبها مش طايقها، ويلاقي اي حاجة بره ملهاش لازمة ليها قيمة، وممكن ده يحصل مع الواحدة مش طايقة جوزها، مع ان الطبيعي ان الروح القدس يخليهم ليس بعد اثنين بل جسد واحد، وهو روح الوحدانية، واللي بيقول مسرعين الى حفظ وحدانيته يعني الروح القدس ما يهل على بيت تجد الوحدانية والشركة والبذل المتبادل مليين عينين بعض، ورغم ما فيش اي مميزات خارجية لكن الروح مالي القلب بحب غير عادي، يجي ده يكرهه يحلله أي علاقة بره غير علاقة. ليه؟ عشان يفضل رافض مراته ويروح يصج بره، أو هي تعمل علاقة غلط، وعشان إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده دي حاجات بنشوفها بس ما نعرفش أسبابها، لكن جه وقت لازم نبتدي نفحص في الأسباب. أرواح الزنا، أرواح النجاسة والعهارة اللي انتشرت في الميديا، انت بمجرد ما بتدخل على موقع من فوق من دول انت فتحت الباب لابليس يجي قال ملاك الحارس يقولوا لا ده هو اللي طالبني، ده هو اللي عايزني، ده هو بيدور على المواقع دي هجيله، وبعدين ما يجيش لوحده. فروح الفشل ما بيتقبلش، لكنه بيجي في رجلين ارواح تانية زي العناد زي اليأس زي الكآبة زي الزنا زي العهارة زي النجاسة، كله ده بيجيبوا بعض. العكس الناحية التانية، ما نيجي نبص لقصة الفتية التلاتة شدرخ ومشخ وعبد نابل، نجد كان عندهم فرصة وهم في شوشان القصر ان هم يأكلوا من أطايب الملك ويشربوا من خمر مشروبه. لا انا مش هفتح الباب، لا ده اسمه ايه ده باب التعدي، ربنا حرم الحاجات دي انا مش هاخد. يا عم ربنا ايه ده انت هنا انت اسير، وين لقيتهم بيعبدوا العجل حش ورمير، وده انت هنا في معسكر، لا 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 لا. ارفعوا الاكل ده، ايه ارفعوا الاكل ده ولا تاكلوا ايه، هاتوا لنا قطاني وعيش ومش عارف ايه بري وبتاع ايه. ماذا تفعلون تدينون رقبتي للملك؟ هيجي بعد الوقت هيلاقيكوا هزلان، قالوا جرب عبيدك
عشرة أيام وبقى ياخد هو الأكل وروح لهم. إيه ده؟ عندي ثلاثة مغفلين بينهم يهود سابوني أنا بجيب اللحمة وأجيب الأكل وأجيب الشرب وبتاع، وهم قاعدين ياكلوا عدس ورز وفول وبتاع محرين. عشرة أيام وجه طابور العرض، كانوا أكثر ذكاء وبهاء من كل بني الملك. إيه ده؟ ما فتحوش الباب للتعدي. واحد يجي الصيام يقول لك انا ما بحبش الصيام، انت فتحت باب ايه؟ ايوه فتحت باب التعدي، باب العصيان. لا بس انا مش مقتنع. بص انت تقتنع ما تقتنعش ايه، لكن انا احب احكي لك. الناس دول رفضوا الامر ده، ولما انتصر الفتية الثلاثة في معركة البطن قدروا ينتصروا في معركة الاتون. ما جاتش صدفة؟ لا. فنجد الإنسان المتدرب على الطاعة والخضوع للكنيسة عنده الروح الخضوع والطاعة، ما يجيهوش روح التعديات. احنا مش متخيلين معنى انا مش صايم. طب ماشي، ما حدش هيجبرك على الصيام، بس هتخسر كتير. وهكذا روح العبادة والصلاة والسجود لله. الله طالب مثل هؤلاء الساجدين الذين يسجدون لله بالروح والحق. يجي واحد يقول لك انا ماليش دور على الصلاة. طيب انت مالكش في السجود، يليك في التعديات. ايه ده؟ اجرن وصايا الانجيل كلها ما هي الا ابواب بتغلقها في وجه ابليس. ان اتبعت المسيح تماما نجيت من فخاخه الشيطانيه اللي بتجيلك. وهكذا دانيال. فنجد ان ارواح النجاح رافقت الناس دول، وكانوا يعني رؤساء على كل الوزراء، وخلى الملك يسجد للفتية الثلاثة وينادى بإلههم وهو رب السماء والأرض. إيه ده؟ ناجحين. دانيال ناجح، داود، يوسف ده مثال للنفس الناجح. ليه؟ الراجل ده لما بعد ما خد رؤى وإعلانات إن هو هيبقى ويبقى ويبقى ويبقى، فجأة لقى نفسه بيترمي في بير، نهاية مزرية، وهو في قاع البير والحشرات والسواحل بتيجي عليه. يجي إبليس يقول له أحلام إيه يا صاحب الأحلام؟ طلعت أهو السماء والشمس والقمر والحزم فين يا عم؟ فجأة يلاقي حبل بيتدلى ليه، ويهوذا يا عيني اللي بيطلعه، الله يبارك له يهوذا. بس ما كملش الحب، قال لا إحنا نبيعه كده مش عايزينه، نبيعه. لقوا قافلة إسماعيليين باعوه عبد، بيع يوسف عبدا، وضعوا في الحديد رجليه. وبعد ما اتباع عبد مرة تانية لفوتيفار، ويجي له فرصة للخطية، إبليس عايز يضيعه، دي سيدة البيت وهو لا يملك أي شيء، وسيدي لا يعرف ما في البيت. لا مش واخد ربنا إيه؟ أنت بتتكلم على ربنا إيه؟ ما أنت ضيعت، تعيش خدام وعبد ربنا. لا انا مش هعمل كده. تمسك بروح الله. فما قدرش روح الزنا يخش جواه، ما قدرش روح الفشل يخش جواه، واترمى في السجن، وفضل معاه الموهبه انه تمسك بالقداسه. نفس صحيحه، المراره ما جاتش عليها، وربنا سال فيها، وربنا عمل حاجه، وربنا ايه ده حتى في الوحي الإلهي يجي أشعياء يقول صهيون تقول إن الرب قد تركاني وولي قد نسياني. لا فضل متمسك بنعمته، وتيجي الموهبة يخليه يفسر الأحلام لأن الروح القدس معاه، وتتحقق الأحلام. هيفتكروه ويطلعوه. نسيوا 3 سنين كمان، 13 أو 14 سنة أحبائي. الرجل ده متغرب عن أبوه وعن أخواته وعن كل حاجة، ولكنه متمسك، عايش لي أن أفعل هذا الشر أمام الله. تمسك بعفته، تمسك بالروح القدس. نجد ربنا رفعه وأعطاه اسم فوق كل اسم، ده روح النجاح. إذن أنا في إيدي أتمسك بروح النجاح. أيوة، مع طاعة الوصية روح القدس يرشدك لشيء، ويجي الانجيل يرشدك لشيء، اب اعترافك يرشدك لشيء. خد ده بوداعه، ما تناقش كتير. ليه؟ لان اوعى تفتح باب لابليس يخش منه. باب التعديات
باب العناد، باب القسوة، باب الاعتداد، باب الزنا، باب الخطية، باب الشهوات والمناظر المستبيحة، كل الأمور دي كلها أبواب خلفية تدخل منها أرواح الشر. هنا تبتدي الخطورة تبان بطريقة قوية أوي، إن الموضوع محتاج عمل إلهي حقيقي جوانا. فينبغي إن الإنسان بعد ما قدم توبة واعتراف عن الحاجات دي وطلب إن هو فعلا يبتعد عن المواقع دي كلها، يدور على الامتلاء بالروح القدس. ليه؟ ما هو عشان لما يجي الروح الشرير ده عايز يرجع له تاني، يجد خط دفاع قوي جدا اسمه روح الله، ما يقدرش يتعدى. واحد بعد ما فشل واتخبط كتير واكتشف الموضوع دوت، قاعد معايا قول لي البير يا اخويا، عايز اقول لك على حاجه. انا بقى عندي بتجيلي اتاك اول ملمح اي قناه او منظر اروح شايل على طول. ليه؟ افتكر ايام المشحات، ايام ما خبت، ايام ما فشلت. انا ما بشوفش الخطيه، بشوف الفشل داخل معاها. ما بشوفش الخطيه، بشوف الياس داخل، بشوف الكابه. انفتحت عينه، ما بقاش يشوف الامر ده لوحده. الزيف بتاع ابليس انكشف قدامه، قال لي بقى عندي صد داخلي من اي منظر او موقع او فيلم او شخصيه انا مش شايفه، شايف الفاشل. انه انكوى عيني. واحد من ولادي كنت بخدمه في الاسر الجماعيه، كان سافر دبي، وهناك الشغل صعب انك تجد شغل وصعب انك تحتفظ بيه، وتخبط كتير ومش قادر يرجع، عليه ديون وانا مش مصدق اللي بيحصل معاه ده كله. حد ما من كام شهر كده كان في مصر، جاي يزورني هو ومراته، قعد يحكي لي على كمية الفشل اللي هو فيها. هو بيحكي وانا عمال اصلي، هو بيحكي وانا عمال اصلي. بالاخر قلت له اسمع يا ابني، انا اعرفك النهارده من 20 سنة، مش ابن النهارده. انت جالك روح فشل؟ ضحك. قلت له عليم الله عليك روح فشل، يخليك ما انتش عارف تتكلم في اي ميتنج، واذا جيت تتكلم يطيع منك الكلام، واذا خلت في موضوع يبوظ لك. قال لي ايوه ايوه هو ده اللي حاصل، لدرجه بقى يبص له ويضحكوا. قلت له ايوه ده مزيد من التخبيط. طب اعمل؟ قلت له حاجه، تعالى نركع ونصلي. انا احب الصلاه الساعه الثالثه، خاصة لما نسجد كده ونقول له أيها الملك السماوي المعز هلم تفضل حل فينا. واحد يقول لي هو أنا أول ما أقول له هيحل لأن المسيح قال اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا، يعطي الروح القدس الذين يطلبونه. قلت له تعالى نصلي. بعد ما صلى قال يعني أنا كده بقيت تمام؟ قلت له هتحكي لي. مشي هو بيضحك، مش بيضحك يعني مبسوط، هو زي ما تقول الموضوع مش داخل دماغه قوي. من 4 أيام بعت لي شهادة تقدير من نفس الشركة ومن نفس الأشخاص، صدقوني على الموبايل، هذا الشخص يتميز بذكاء وحكمة وخبرة في التعامل مع كذا، ويبتكر حلول لكذا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ وبحطت لي تحت منها ابتسامة قد كده. قال لي كان عندك حق. قلت له ضيعت من عمرك قد ايه حلاوة؟ ضيعت كتير. قلت له بس ادم هتتمسك بروح الله سترون. قال لي عايز اقول لك ان دخلت في مشروعين ونجحوا، وابتديت اعوض خسائر كتير. ايه اللي كان ماسكني ده؟ اوعى تتخيلوا القصة دي فريدة او وحيدة، لا، دي قصتك انت اول ما ترفض الشر، واول ما ترفض خفايا الخزي، اول ما ترفض الوسائل اللي ابليس بيزقها لك عشان خاطر تبقى انسان من الدرجة العاشرة، مش حتى من التانية أو التالتة. الله لم يعطينا روح الفشل يا أحبائي. ما يكون في فشل ده مش من الله. ما بالك بأرواح الخوف اللي تخليك تخاف منك أنت تبادر بحاجة، تخاف تقول رأيك، تخاف تواجه رئيسك، تخاف تحل مشكلة. إيه ده؟ أيوة الكتاب قال كده، لأنكم لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف.
بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. رمية 8:17. يعني حتى الخوف روح. يا حبيبي أنا الموضوع ده قعدت أدرس فيه كتير إن جيت الحق، ما كانش له مراجع بس كان لازم أفتش فيه، إن ربنا شغلني بيه قوي بعد ما شفت حالات كتير، بيوت بتتفشل وناس بتتفشل والشباب كان زي الفل بإيديه. زي ده يا بقى ما قالوا كده. والعجيب إن هم بيصلوا ويقولوا يا رب احنا بنرفض روح الفشل، ربنا وراني بعيني وهو بيعمل كده روح بيخرج منه، وهو بيعمل كده وانا ضحكت بيقولوا تحرك لو خرج. قلت لهم ليه وانت بتعمل كده؟ قالوا ببساطه دي. قلت له يا ابني هو قلب اصبع الله اخرج شياطين. تعال نصلي نطلب الروح القدس. صلاه الساعه الثالثه دي لازم تكون جزء اساسي في عبادتنا وقانوننا الروحي. عايز اقرا لكم حاجه مهمه، انا طولت عليكم، انا عارف اني جيت متاخر شويه بس السكه كانت صعبه. عايز اقرا لكم حاجه مهمه. انتوا فاهمين ان انا بقول ولا مستعجلين ان انا اخلص وامشي؟ حد فاهم حاجه؟ مش مصدقكم، انتوا ضميركم بقى. طيب تعالوا هقرا لكم حاجه جميله قوي تلغي العفره اللي انا قلتها دي. اللي انا قلته ده عفاره يعلم الله، بس كان لازم اقولها. ابليس مش مبسوط ابدا من اجتماع الليله، ما نفضح أفكار، ما نهدم حصون هو بناها وزنون هو بناها جوه ناس جميلة كانت معدل حاجات حلوة بيوت. أقول لكم إيه ده اللي عمله في البيوت؟ مش ممكن. يشهد الله على أن في ناس جبتهم قدام محكمة الأسرة. يعلم ربنا الناس دي النهاردة عاملين مركز لحل المشاكل الأسرية وبيت من أقوى ما يكون. الله ازاي انا كنت شايفك كده؟ ازاي انا كنت شايفك كده؟ ايوه حبيبي نحكي كويس قوي، بس يوما ما وقفوا واعترفوا قالوا احنا كنا بنتفرج على افلام وحشه. هما الاثنين دخلوه، مع ان ربنا قال ايه؟ لا تعطوا ابليس مكانا بينكم. واللي قال لا يطمع فينا الشيطان، ابليس بيدور على ثغره يخش منها لشاب او لبنت او لبيت ويفركش الدنيا. حط شقة الخلاف والخصام والبغضة. ربنا يرحمنا. عايز أقرأ لكم حاجة في سفر الخروج. بعد ما موسى ربنا أعطى له رؤية حلوة لخيمة الاجتماع، وربنا موسى قال له طب أنا يعني زي ما يقول العين بصيرة والإيد قصيرة، أنا أعملها إزاي دي؟ قال له أنت بس ما تنزل دور منادي في وسط الشعب يقول كل ذي قلب سموح وكل من سمحته نفسه يأتي بتقدمة. فالناس اللي عندهم خشب جابوا، اللي عندهم نحاس جابوا، اللي عندهم فضة جابوا، اللي عندهم ذهب جابوا، واللي عندهم يقول لك النساء الحكيمات غزلنا، واللي عندهم جابوا، واللي عندهم كذا، كل واحد ربنا أعطاه حاجة جابها. بص لقى الذهب اكوام، الفضه اكوام. يا حلاوه يا حلاوه، تعمل ايه بالحاجات دي كلها؟ ربنا قال له انظر. ايه؟ بص بقى هنا في سفر الخروج في اصحاح غالبا 35 غالبا، يعني بيقول له ايه في 35 عدد 30. وقال موسى لبني إسرائيل انظروا قد دعا الرب بصلائيل ابن أوري ابن حور من سبط يهوذا باسمه وملأه من روح الله. بس بصلائيل هيمتلئ من روح الله. أول ما يجي سيرة روح الله يجي في مخنا بقى القداسة والبر والصلاة وكده، ده مظبوط، بس البقية مهمة. يعني ايه؟ ملأوا من روح الله بايه؟ بالحكمة. انتوا ظاهرة قدامنا، طب ما تقولوا معايا انتوا سابين. ها ملأوا ايه بقى؟ اول حاجة منين؟ بالايه؟ بالحكمة وايه؟ والفهم. وايه كمان؟ بس لحد كده احنا متأكدين ده روح الله، لكن اللي جاي مبدع بقول وايه؟ وكل صنعة هو الروح القدس يخليك تبقى صانع ماهر
خليك طبيب ماهر، يخليك رسام ماهر، يخليك ايه ده كل صنعة والاختراع مخترعات. ده كده واحد يجيله افكار ابتكارية. ايه ده منين؟ روح الله اختراع مخترعات ليعمل في الذهب والفضة والنحاس ونقش حجارة للترصيع ونجارة الخشب ليعمل في كل صنعة من المخترعات وجعل في قلبها أن يعلم. يعني أنا لما امتلئ من روح القدس أبقى شخص غير عادي، تبقى شخصية غير عادية، تبقى أم ناجحة وزوجة ناجحة ومباركة أكلك حلو وتفصيلك حلو وتعرفي تدخلي وتعرفي تتعاملي مع جوزك مع أولادك، تبقى أب لذيذ وجميل ناجح في شغلك وقادر تاخد قرارات وتعمل عمل ده فاكرة يا طب احنا عايزين الروح القدس ده. ده موضوع بسيط نختم بيه كلامنا. نرجع تاني لإنجيل معلمنا القديس لوقا. نجد يسوع المسيح بيحكي في الأمر ده، صح 11 عدد 5. سأروا معايا بقى لو عايزين نخلص بسرعة أسمع صوتكم معايا يلا. ثم قال، مش هخلص أنا كده، قولوا حلو. ثم قال لهم: من منكم يكون له صديق ويمضي إليه نصف الليل ويقول له يا صديق أقرضني 3 أرغفة، لأن لي صديقا جاءني من سفر وليس لي ما أقدم له. واحد في ورطة، هل معقولة يجيبوا الراجل ده من جوه يقول له لا تزعجني، الباب مغلق الآن وأولادي معه في الفراش؟ مش ممكن. يقول أقول لكم، ده أقدر أن أقوم وأعطيك، أقول لكم أنه وإن كان قوله لا يقوم ويعطوا لكونه إيه؟ صديقه، فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج. لأجل إيه؟ لجاجته. طب هو يقصد بإيه ده؟ كل واحد منا في رقبته ناس، ما يروح يركع ربنا يقول له رب أنا نفسي بيتي ينجح، نفسي أولادي ينجحوا، نفسي يا رب خدمتي تنجح، أنا محتاجة أقدم كذا في خدمتي، محتاجة أقدم كذا في بيتي، أنا محتاج كذا. لازم ربنا يعطيك، وبعدين أنت مش صديقه، ده أنت ابنه. هيديني فبيكمل بقى بيقول إيه بقى؟ أقول لكم إن كان لا يقوم ويعطي لكونه صديقه فإنه من أجل لجاته يقوم ويعطيه قدر ما. أنا أقول لكم اسألوا، لا قولوا، اسألوا، اطلبوا، اقرأوا، لأن كل من يسأل يأخذ بالكم. كل إيه؟ عشان ما يجيش إبليس يضحك عليك يقول لك لا، وهو كل من هب ودب يأخذ الروح القدس. الكل، ما قالش كويسين بس، لا، يشرق بشمسه على الأبرار والأشرار وينعم على غير الشاكرين والخطاة. في العطاء كريم، في العطاء سخي في التوزيع. يعني ده لينا أضمنها لك. يقول إيه بقى؟ لأن كل من يسأل إيه؟ يأخذ، ومن يطلب ومن يقرع له. فمن منكم وهو أب يسأله ابنه خبزا أفيعطيه حجرا أو سمكة فيعطيه حية بدل السمكة؟ أو إذا سأله بيضة أفيعطيه عقربا؟ معقولة عيل كده جاله بابا أيوة حبيبي أنا جعان اديني لقمة عينيا، ويوطي يجيب طوبة ويديها له في إيده؟ بابا أنا عايز سمكة، جاله والطلب رخيص ويوطي يجيب حية ويديها له في إيده؟ بابا أنا عايز بيضة يديله عقرب؟
استحالة. بقول فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي إيه؟ سامعا يعطي إيه؟ الروح القدس الذين إيه؟ أنا ناوي عايز أحصل على الروح القدس، هطلبه بكرة الصبح. لا دلوقتي. إيه؟ دلوقتي أنا محتاج روحك يا رب، أنا محتاج الروح القدس، بيتي محتاج الروح القدس، تربية ولادي محتاج الروح القدس، شغلي محتاج الروح القدس. ده أنت روحك يا رب بيدي اختراع مخترعات، ده بيدي نجاح غير عادي، بيدي قوة. أنا محتاجه، إن كنت أنا وحش بس برضو حتى الوحشين بيديهم. حط في قلبك المبدأ ده، يشرق شمسه على الأبرار وإيه؟ والأشرار، وينعم على غير الشاكرين والخطى. يعني تستثناش نفسك كل، خد تدريب. يعني نصيحة أب ليك، يعني صلاة الساعة الثالثة دي اعتبرها أساسية عندك. اطلب الروح القدس لبيتك، لأولادك، ولشغلك، وصحتك، ولحياتك. عايزك تتحصن بقوة الروح القدس. ليه؟ عشان ما تجيش الأرواح يا هذه اللي لم يعطينا إياها الرب، لم يعطينا إياها الرب. الله لم يعطينا روح الفشل ولا روح الخوف ولا روح العبودية، لكن الله أعطانا روح القوة والمحبة والنصر. كل قلبي أتمنى النجاح للكل والفرح للكل والقوة للكل والمجد لله دائما أبديا آمين. حد يحب يسأل في أي حاجة؟ أشكركم.